هو ليه مطلوب من الراجل ان هو يحتوي الست؟ لان هو اقوى منها. هو الست المفروض انها تبقى اقوى من الراجل. ففي كلمه ضعيف، فما الطفل ده طفل ضعيف، هل الطفل ده وحش؟ قلت انك ما بتحبش الست الفيمينست والست اللي عايزه تنتصر للفيمينيزم. ده ما هو ما فيش حاجه اسمها، وانه لو حصل خلاف بين الراجل والست لازم الراجل هو نتناقش، بس الراجل هو اللي كلبته تمشي. ايوه انا بقول بتكلم في الصح. طب افرض ان الست رايها صح، ما احنا بيبقى عندنا بعد نظر وبيبقى عندنا حكمه. تمام، بيبقى عندنا كده حته انتوا ما بتشوفوهاش. تمام ماشي. ليه لازم الراجل اللي كلمته تمشي؟ لا انا بتكلم في حاجات معينه. مش بتكلم في نخش ان احنا بنتكلم على كلها تلبس ايه واغير عليها من ايه. ايوه طبعا، هو ده في كلام يا جماعه، هو ده في كلام. يعني انا بتكلم في حاجه ثانيه، ان احنا نتناقش مثلا في موضوع، باخد رايه وبتاخد رايي، رايي الصح ولا يمشي لو رايها. بس انت ما قلتش كده، انت قلت رايي هو اللي يمشي. رايي هو يمشي في حاجات معينه تاني، في لبس بقى، في قرار معين، في قرار مصيري. لا طبعا كلامي هو اللي يمشي. طبعا هو كلامي هو اللي يمشي. مريم كلامي هو اللي يمشي، ومين اللي ماشي البيت؟ انتوا الاثنين شراكه. ايوه الكلمه. مين اللي سايق؟ اللي قاعده في البيت، اللي قاعده في البيت، اللي بانيه البيت على كتفها. طبعا طبعا طبعا. مين بقى اللي بيدير؟ هي ادرى بالبيت، بس في الاخر يبقى بالاتفاق. لا ما فيش، مش انا اللي كلمتي هتتكلم. بس انا اللي كلمتي هتتكلم. ما فيش حاجه اسمها كده. بتصطدم مع الستات؟ لا ما بصطدمش. لا ولا خالص، انا بحترم الست جدا. طب ليه ما